السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الثور. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. ادعم الفيديو بتاعك باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب. من خلال اللايك والتعليق انا بفرح جدا، اللايك بيوصل للفيديو لاكبر عدد من المشاهده، والتعليق بيفرحني جدا، ولعل يكون قراءتكم مبشرة بالخير وأخبار إيجابية بإذن الله الفترة اللي جاية. أنا عندي طاقة إيجابية، وطول ما عندي طاقة إيجابية يبقى أنت هتكون الفترة دي مميز، وبإذن الله ربنا يبعد عنك أي خطأ في حياتك ويجعلك دايما من الأشخاص اللي عندها طاقة وكاريزما كده عالية الفترة اللي جاية. يلا الصلاة على الحبيب، انزل بالكومنت وبالتعليق، وما تنساش اللايك للفيديو، ونشوف مع بعض أخبارك الفترة اللي جاية. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. برج الثور. برج الثور دايما عندك تقالب امور، تقالب عراقيل عندك، دايما عندك تقلبات مزاجيه. مزاجك اليومين دول متقلب بطريقه رهيبه جدا، ضغوط نفسيه في شغلك، رغم ان عندك خروج من المحنه اللي انت بتمر بيها، بس عندك كذا ضغط نفسي في شغلك. شغال 24 ساعه، او بمعنى اصح طول الوقت مدي الوقت الكافي والزايد اللي عن اللزوم في شغلك. صحتك في النازل، مش مهتم بصحتك، وده خطأ جدا. انت بتشتغل علشان تعافر، مش علشان تيجي على صحتك، علشان تبني مستقبلك. صحتك في النازل ودي حاجة خطأ جدا. البعض منكم عمل فحوصات، البعض منكم اشتغل على صحته وبرضه عنده ضغوط نفسية. عندك هنا قعدة حلوة او لم شمل، انت عندك لم شمل مع الشريك، او هي هتصفي حساباتك مع الشريك. انت جاي على الشريك او الشريك جاي عليك، محدش حاسس بحد، ولا انت حاسس بيه ولا هو حاسس بيك. انتوا ليكم المظاهر بينكم وبين بعض، وده طبعا خطأ جدا. حصل عندك سوء اختيار في حاجة، في شخص او في شخصية او في حاجة معينة، وزعلتوا جدا، رميتوا طوبة ناس كتيرة جدا من حياتكم، وخرجتوا افاعي من برضو من حياتكم. ليه؟ بسبب الحقد والغل اللي حصل عندكم في حاجات مضايقاكم، او حاجات بمعنى صح انتوا مريتوا بيها. الفترة اللي جاية هتكون قاعدة صلح ليكم، او قاعدة مواجهة مع حد، والحد ده انتوا هتبصوا في عينيه، هتعرفوا هو عايز يقول ايه، وفي نفس الوقت هتاخدوا قرار حاسم او قرار تاني. من وقت للتاني كلامكم بيكون دبش، وكلامكم بيكون شديد جدا، او كلامكم بيكون طاقة سلبية، وده خطأ جدا. بلاش تزعلوا نفسكم، او بلاش تزعلوا الشخص اللي قدامكم بسبب الكلام اللي انتوا بتقولوه، يزعلكم، يزعل الطرف التاني منكم. عندكم صديق، الصديق ده بيحبكم جدا وواقف معاكم في كل الاحوال بتاعتكم، وحتى لو حصل معاكم ايه هتلاقوه واقف معاه، وهتلاقوه دايما بيدعمكم ودايما عايزكم تكونوا احسن حد. بس خلوا بالكم من اي امور بتضايقكم. عندك برضو صديق تاني، الصديق ده عدو ليك، ما بيحبش غير نفسه، ودايما بيحاول يوقع الاشخاص ما بينه وما بين بعض. فانت بتمروا بضيق وخنقه بسبب ان انت حاسس ان حياتك بدات تصفصف وبدات تفوق لنفسك بشكل ايجابي، فما تقلقش خالص. انت هنا كمان عندك طاقه انتظار، الله اعلم انت منتظر ايه، لا اما منتظر مبلغ، لا اما منتظر حد معين، لا اما منتظر طاقه تانية، الله اعلم. بس انت في طاقه انتظار، متهيألك ان انت عايز تخرج من الوضع اللي انت فيه. بالفعل انت عندك خروجه. في كمان مكالمة بحد أكبر منك في السن، مستنيها بقدر المستطاع. المكالمة دي ممكن تكون مكالمة حلوة ليك، طاقة إيجابية، الله أعلم، بس أنت مستني المكالمة دي، آكل شارب نايم كل انتظارك في المكالمة دي. عندك مولود، بسم الله ما شاء الله، المولود ده زي القمر. لإما عندكم انتوا عندكم كلام يخص اطفال، لإما هيكون في حمل تخص اطفال، لإما هيكون في طفل عندكم زي القمر، الله اعلم، بس في طفل عندكم زي القمر. الطفل ده معرض دايما للعين، زي ما بيقولوا بمعنى صح، معرض دايما لاشعه الشمس، فلازم تداروا عليه علشان ما يتعبش. هو دايما معرض للتعب. ليه؟ بسبب الحسد الشديد اللي من المقربين في الجيران عندكم، في الناس اللي هي بتشوف الطفل ده على طول. في هنا كمان خروج من حاجه مسدوده عليكم، او نور من بعد الضلمه اللي انتوا فيه حاليا. كمان في نفس الوقت هتسمعوا حاجه، لا اما هتسمعوا موضوع، لا اما هتسمعوا خبر، لا اما هتجي لكم رساله. في حاجه متعلقه بالحاجه اللي في دماغكم ومخلياكم مش عارفين تناموا. في خيانه، او حد متعدد العلاقات، او انتوا في علاقه تانيه، في طرف تاني، طرف تاني متعمد ان هو يدخل بيتك علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر يخربه
مش علشان خاطر يشوفك انت محتاج ايه او انت محتاجة ايه. في خلوا بالكم من الاطراف التانية اللي بتدخل علشان تخرب البيوت العمرانة، يعني ممكن تكون شايفاكم كويسين بينك وما بين الشريك او ما بين الطرف التاني، تدخل هي تقلب الموضوع قلبا تاما. فتخلوا بالكم من النقطة دي، انتوا دايما بتقعوا في خطأ، دايما بتوقعوا نفسكم في خطأ، بتوقعوا نفسكم في طريق شك في موضوع مش تبعكم، وفي حد بيدور وراكم بكل الطرق. انت ممكن تكونوا فاكرين ان الشخص ده بينام ومرتاح، بالعكس الشخص ده 24 ساعة بيدور وراكم، هو بينام بعين وبيفتح بعين التانية، ما وراهوش حاجة غير ان هو يكشفكم، يدور في اوراقكم، يدور في تليفونكم، يشوفكم ايه دنيتكم، يشوف بتعملوا ايه. فتخلوا بالكم من النقطة دي، الفترة دي فترة جميلة ليكم، مميزة، في أوضاع حلوة، في طاقة إيجابية، في فرحة، في أمور بتتحضر لكم، بس دايما تخلوا بالكم. ليه؟ علشان العيون. انتوا من وقت للتاني حاسين انه انت مفيش تواصل مع الناس المقربة، ممكن تكون قطع ناس كتيرة جدا، قطع اهل، قطع احبة، ده برضو بسبب الضغوط اللي انت بتمر بيها، انت محدش حاسس بيك، كله جاي عليك والبيبان متقفلة، عندك تعبان بيلعب في حياتك، متبدل الالوان، شوية حبيبك وشوية عدوك، شوية عايز مصلحتك وشوية عايز يخرب بيتك. ليه؟ علشان الشخص ده متقلب المزاج، وطول ما هو متقلب المزاج هتلاقي عنده حقد جواه وغيرة، فلازم تخلوا بالكم ولازم تبصوا للحاجة اللي هتجدد من نفسكم، والخروج المحنة اللي هتخرجوها دي هتكون أمور حلوة. من وقت للتاني بتجيلكم نغزة، دوخة، بتجيلكم كده ضربات قلب سريعة، الوضع اللي انتوا فيه مش عاجبكم بكل الطرق، دايما الهم، دايما الحيرة، دايما الضغوط النفسية، فعشان كده انتوا بتحاولوا تخرجوا من المحنة اللي انتوا فيها. في خير جاي لكم، والخير ده هيتوزع على ارض بيتكم، او بمعنى اصح في فرحة هتعوم على الكل وهتحضروا لها، وهيبقى في طاقة ايجابية، وهيبقى في زينة حلوة، هيبقى في تغيير حلو، هيبقى في طاقة كده، طاقة حب كده. من وقت للتاني انت بتشتاق لايام زمان، بتشتاق لوقت كنتوا متجمعين فيه كلكم، وقت كده كنتوا لطفة، وقت فيه كان حب، كان كلام حلو، الله اعلم، بس من وقت للتاني بتشتاقوا لوقت معين في حياتكم، فلازم تطلعوا من اي خنقة او اي دقيقة انتوا بتمروا بيها، ولازم تاخدوا نفس عميق، العبوا رياضة، جددوا من نفسكم. انتوا من وقت للتاني بتحسوا بتكتيف، حد مكتفكم، حد مخليكم مش عارفين تتكلموا، عندكم حسد شديد في البيت، انتوا محسودين في ارض بيتكم، فلازم تحصنوا البيت. في واحدة من الاخوات، الاخوات دي بتحبكم جدا، بس هي عايشة في دوامة، عايشة في توها، حاولوا تطبطبوا عليها، حاولوا تشوفوها عايزة ايه، حاولوا ان انتوا تتكلموا معاها بقدر المستطاع. في حد عندكم هيعمل عملية، او حد هيعمل عملية، الله اعلم، في حد عندكم هيدخل العمليات الفترة اللي جاية، وبإذن الله هتكون العملية بسيطة وهيطلعوا احسن من الاول، فما تقلقوش خالص، علشان انتوا عندكم قلق رهيب. كمان عندكم حد بيشتكي من خشونة في الجسم، او خشونة في يعني خشونه في الجسم كده، الحد ده تعبان او نفسيته تعبانه، مش قادر يمشي على رجليه، ان شاء الله باذن الله ربنا هيشفيه، بس قولوا له ان هو ينتظم على العلاج اللي عنده، او ينتظم على الادويه اللي بياخدها، وبلاش يهمل في صحته، او بمعنى اصح يهمل بنفسه. عندكم هنا الطريق، والطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده عمالين تفكروا فيه وتحسبوها يمين وشمال، من الطريق ده خايفين. مين بقى اللي الشخصية اللي مش حبالكم الخير اللي انتوا فيه، او مش حبالكم اللي انتوا تكونوا في نفس المكان؟ اي نعم ربنا بينجيكم طبعا، وربنا بيحبكم وواقف جنبكم، بس برضو هي مازالت موجودة ومش حبالكم الخير، وعمالة تحقد وتغل اتجاهكم، معرفش ليه. انتوا فوتوا امركم لله وقلتوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ممكن يكون عندكم رجوع مع ابراج مائية، هيبقى في رجوع وهيبقى في طاقة ايجابية باذن الله، بس حاولوا تلموا شوية على الشريك، حاولوا تلموا شوية من الطاقات السلبية اللي عندكم بسبب الضغوط، لموا بمعنى اصح على الشرير، علشان انتوا اللي بتتعبوا، انتوا سهل جدا تدخلوا اطراف، تتدخل في حياتكم اطراف، تحسدكم اطراف، تتكلم عليكم، فخدوا حذركم. يعني ما تدوش لحد الامان، ما تفتكروش ان الحد اللي هيطبطب عليكم النهارده هيفضل طول عمره يطبطب عليكم، هيجي في وقته وهيقلب عليكم، فانتوا ما تدوهوش الفرصه ان هو يجي لكم ويقلب عليكم وتتعبوا نفسيا، او الضغوط اللي عليكم تكون شديده. انتوا هنا صداع طول الوقت ماسكين دماغكم، طول الوقت بتشتكوا، البعض منكم عنده عرق نساء، البعض منكم عنده
العصب السابع، البعض منكم عصبي طول الوقت، القولون عصبي، لازم تهدوا أعصابكم شوية، القولون عندكم ملتهب، القولون عندكم انتفاخ على طول، غازات غير طبيعية بسبب إن أنتوا عصبيين الفترة دي بقدر المستطاع. حرف الميم، حرف الألف، حرف السين، حرف الحاء، حرف الدال، دول انتوا في علاقات تربطكم بيهم، في لا اما شغل لا اما علاقة قديمة، دول موجودين ما زالت موجودين، ولو انتوا مالكمش علاقة بيهم فمازال في مراقبة، مازال في حاجة معينة، فخلوا بالكم من الاشخاص دول. عندكم ناس سهل جدا تضحك في وشكم بس من وراكم تعبين، من وراكم الحقد والغل بطريقة رهيبة، بيتكلموا عليكم، بيجيبوا سيرتكم في حاجات كتيرة جدا انتم مالكمش علاقة بيها، بس انتم مقررين تشتغلوا وتنجحوا وتعافوا ان شاء الله، بإذن الله، بإذن الله، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتنجح، وورق السفر اللي بالك مشغول بيه ده هيخلص على خير، وهيبقى فيه مصلحة حكومية، مصلحة في محكمة، مصلحة في حاجة معينة، هيبقى فيها نجاح كبير جدا. طيب انت في سر مداري على حد، السر ده مربوط بيك انت شخصيا، فخلي بالك ان السر ده ما يتكشفش لو انت فضلت في الخطأ اللي انت فيه، عشان السر ده انت بقالك مدة عمال تداري فيه، وزي ما قلت لكم اللي عمالة تدور وراكم دي ما بتنامش، دي مش هي بتحبكم بس من كتر ما هي شاكة فيكم، او من كتر ما انتوا اديتوها فرص الشك، او بمعنى اصح انتوا اللي شاكين، خلوا بالكم من اي حاجة ممكن تتكشف عنكم الفترة اللي جاية، الحاجة اللي مستخبية دي تخلوا بالكم منها. في كمان هنا حد عايز يقعد معاكم ويفتح لكم قلبه ويتكلم معاكم ويقول لكم ان انتوا في حاجة غلط بتعملوه، حد عايز يعاتبكم بمعنى اصح، دايما العتاب بيدل على المحبة، بس انتوا قطعتوا الود ده او قطعتوا المحبة دي بسبب ان انتوا شفتوا امور مضايقاكم، انتوا داخلين في كذا حاجة، داخلين في كذا مشروع، البعض منكم عليه ديون، وعشان كده زي ما قلت 24 ساعة شغالة علشان يسد جزء من الديون اللي عليه، البعض منكم عنده دوخة من غير اي سبب، وده بسبب ان انت برضو عليك دين، فخلوا بالكم من اي حاجة في حياتكم، ليه؟ علشان عندك انت ناس بترسل عليك طاقات سلبية، ممكن تبقى من بعيد تكلمك بالتليفون، وعشان كده انتوا دلوقتي عاملين ايه؟ تليفونكم عامل ازاي؟ انتوا مش انتوا لو ها انتوا لو عليكم ما تمشوش بتليفون اصلا، لو عليكم مش عايزين تمسكوا تليفون في ايدكم، ليه؟ علشان بتقولوا التليفون جايب لنا وجع ومشاكل وطاقات سلبيه، فخلاص في شويه وجع في ظهركم مواجعكم، يعني شويه وجع كده بيجي لكم في ظهركم بطريقه رهيبه، لو حصل عندكم مواجهه او قاعده مع حد الايام اللي جايه بلاش تقولوا كلام سلبي، خلوا بالكم من النقطه دي، في عندكم هم هينزاح بإذن الله، وهيبقى فيه طاقة سلبية طاقة إيجابية من بعد الطاقة السلبية اللي انتوا بتعوم عليكم، انتوا في أرض بيتكم مش مرتاحين، في أرض بيتكم في وجع، في شد على طول مع الأطراف الأخرى في البيت، دايما من وقت للتاني بتحسوا ان انتوا لو بصيتوا لنفسكم في المراية بتحسوا ان انتوا مش انتوا، انتوا ما كنتوش كده، انتوا من الاشخاص اللي نزيهه جدا، من الاشخاص اللي بتحب الحياه طموحاتها عاليه، بتحب التغيير، بتحب اللمه، بتحب الحاجات الجديده، بس انتوا عندكم طاقه مضايقاكم، ففي هنا لمه حلوه او قعده حلوه او طاقه ايجابيه، انتوا من الفتره دي هتحضروا لمناسبه او هيكون في مناسبه حلوه عندكم، المناسبه دي هتكونوا مبسوطين بيها جدا علشان هتديكم دفعه لقدام، ممكن يبقى في عزومه لعيد ميلاد، هتعملوا انت عزومه في ارض بيتكم الله اعلم، بس هيبقى في طاقه حلوه وهتخرجوا من الحاله السيئه اللي عندكم، وهيبقى في تحسن للافضل باذن الله، البعض ممكن يكون عنده مشروع ناجح، انتوا عندكم حاجه ناجحه الفتره دي هتحصل عندكم بشكل كبير جدا، الحاجه الناجحه دي ان شاء الله باذن الله هتلاقي كده طاقتكم بدات تتجدد، بس كمان خلوا بالكم من ان انتوا في علامه، العلامه دي هي عقبه موجوده قدامكم انتوا عمالين تخفوا فيها او عمالين تعافروا علشان تعدوها، العقبة دي مازالت اهي موجودة، والعقبة دي ممكن تكون غلطة، حاجة ممكن تكون قرار خدته غلط، ممكن يكون شخص
محطم الحرية بتاعتكم، فدي حاجة مندمانين عليها الله أعلم، بس الحاجة دي فعلا غلط في حياتكم وانتم مخنوقين أو زعلانين إن الحاجة دي في حياتكم. فلو انتوا عندكم قلق أو عندكم تعب أو عندكم ضغط أو عندكم حيرة، الله أعلم الحاجة اللي عندكم إيه، بس في خروج من المحنة اللي عندكم وهيبقى في طاقة إيجابية بإذن الله. كمان انتوا هنا في حد بتحس ان هو بيكلمكم من وقت للتاني، حد كده بتحس ان في وسواس عند ودنكم، في حاجة عمالة مش تسلطكم، في حاجة عمالة تقول لكم ده خطأ ده صح، وانتوا طبعا الموضوع ده مش عاجبكم، وعشان كده انتوا واخدين موقف من حد الفترة دي بشكل كبير جدا، وعايزين تفهموا ايه اللي بيحصل معاكم ده، عشان انتوا حاليا مش فاهمين اللي بيحصل معاكم ده ايه سببه، او بيحصل معاكم ليه، او في ايه، او ايه اللي هيحصل. حيرة على طول من وقت للتاني، رغم ان عندكم توضيح امر او توضيح علاقة او توضيح حاجة معينة، وباذن الله هيكون فيه فرحة حلوة. الفرحة دي بإذن الله هتكون دفعة ليكم بشكل عام، وممكن كمان يكون في تواصل مع حد، طاقة مع حد، قاعدة مع حد، الله أعلم انتوا ايه اللي هيكون عندكم في تجديد عندكم الفترة دي. انتوا الأمنية اللي حاطينها في بالكم هتتحقق بشكل كبير جدا، وهتختصروا حاجات كتيرة جدا. بس في ست عندكم، الست دي بتدعي المحبة، الست دي قصيرة بيضة شعرها حلو جدا، لكن هي خبيثة مش حابة لكم الخير خالص. الست دي من المقربين ليكم، وانتوا حاطين اسطوب بينكم وما بينها، وخايف، مش خايفين منها، خايفين يعني من اللي بيحصل حواليكم، عشان كده انتوا زي ما قلت لكم بتحسوا حد بيكلمكم، بتحسوا انه في افكار سلبية، هوس عندكم غير طبيعي، وبرضه مش فاهمين اللي بيحصل معاكم ده ايه. فعشان كده بقدر المستطاع بتحاولوا تكتموا على خصوصياتكم، بتحاولوا تكتموا وتداروا غير الاول. في الاول كنتوا اشخاص بتحب الكلام، بتحب ان هي تحكي، بتحب تفرح الناس اللي حواليها، بس خدتوا ايه، ان انتوا بتحكوا كل حاجة عن حياتكم وبتحبوا تفرحوا اللي حواليكم، ما خدتوش حاجة غير الوجع اللي انتوا فيه. وعشان كده انتوا عندكم مغامرة جديدة او خطوة جديدة او قعدة حلوة بإذن الله. ولو حد جه عندكم وعرض عليكم عرض وانتوا حسيتوا ان العرض ده مغري، ففكروا فيه بشكل ايجابي، وان شاء الله باذن الله ربنا هييسر الامر اللي عندكم، ويتحسنوا من المواضيع اللي شاغله بالكم. انتوا حياتكم جميله وفيها طاقه ايجابيه، بس انتوا اللي مأثر عليكم الايام دي الضغوط في حياتكم الماديه. الماديه عندكم ممكن تكون واقفه شويه، او الضغوط عندكم مأثره عليكم في كذا حاجه، فان شاء الله باذن الله هيكون فيه مفاجاه حلوه او طاقه حلوه او عرض حلو، طاقة معينة هتتوزع عليكم، مقابلة انتوا مستنيينها بقالكم مدة، الله اعلم، بس هيبقى في تجديد في كذا حاجة هتحسن من الوضع بتاعكم. فانتوا هنا عندكم علامة اكس على موضوع، او عندكم علامة اكس على طاقة معينة، هدف معين، موضوع معين، علامة الاكس دي مؤثرة عليكم، مخلياكم انتوا ساكتين وحيرانين بكل الطرق، بس انتوا بتحاولوا حاجة، في حاجة مفقودة عندكم بتحاولوا تعثروا عليها، بتحاولوا تلاقوها، بتحاولوا تدوروا بشكل إيجابي علشان تلاقوا الحاجة اللي ضايعة منكم دي. في فرحة في الطريق ليكم، الفرحة دي هتدعمكم على جميع الأوضاع بتاعتكم، وهيكون عندك التزامات، انتوا عندكم التزامات الفترة دي مطلوبة منكم عشان تجددوا في اللي انتوا فيه. بس دايما اقول امسكوا على ايدكم شوية، وحافظوا على مصاريفكم، حافظوا على اللي انتوا عمالين تصرفوا فيه على الفاضي وعلى المليان من غير اي سبب، وخلي المعاملة بينكم ما بين الاشخاص اللي حواليكم بحذر شوية، رغم ان انتوا داخلين على ايام حلوة ليكم، بس انا عايزاكم تتعاملوا بحذر. الشخص اللي عايز يعتذر منك، او الشخص اللي هيجي ويعتذر لك وهيقول لك انا اسف سامحني على غلطة عملتها، او هيفتح دفاتر قديمة، انتوا اللي خرج من حياتكم مستحيل يرجع لها تاني غير بمزاجكم، انتوا عندكم الوضع ده. ففي كمان حد، يعني ممكن انتوا حد هيجي على حد، وانتوا هتدفعوا وانتوا هتتكلموا، انتوا ما بتحبوش الظلم ولا بتحبوا النفاق ولا بتحبوا تكونوا بوشين، فهتدفعوا انتوا. ده انتوا كمان ساعات بتوقعوا نفسكم في مشكلة ازاي، يعني الحقيقة ساعات بتزعل، او حد يجي يسألكم سؤال بتبقوا عارفين ان الحقيقة ممكن تعمل مشكلة كبيرة، بس بتقولوها، بتقولوا الحقيقة واللي يحصل يحصل. فلو حد بيحاول يوقعكم في خطيئة خدوا بالكم وخدوا حذركم. في كمان هنا حد هيتصل بيكم وهيعزمكم، وهتروحوا وهيبقى قعدة لطيفة، لمة حلوة، أمور حلوة، وزي ما قلت البلوك اللي عندكم ده هيتفك، وهيبقى فيه كلام
الحد المعين اللي بينكم وما بينه بلوك هيتفك بإذن الله. بس خلي بالكم هنا كمان بإذن الله بإذن الله في رمز معين، رمز رزق أو رمز خير هيتفتح قدامكم بإذن الله الفترة اللي جاية، أو أنتوا هتحلموا حلم وهتفسروه بالرزق وفي الخير ان شاء الله باذن الله. رغم ان انتوا الفتره دي بتحلموا بافاعي، بتحلموا بتعابين بنمل بحاجات كتيره بتدل على الطاقه التعب او طاقه الاذى، بس باذن الله ربك هو اللي هيكون نصرك في كل الاخطاء عندك، وربك هو اللي هيكون واقف جنبك، وهو اللي هيعمل لك كل حاجه انت محتاجها. فشوف انت مستني ايه، لو انت مستني انفراجات ماليه ففي تحسنات حلوه وفي طاقه ايجابيه. الست او البنوته اللي من سنكم وغيرانه منكم، او الشخصيه اللي من سنكم بتغير منكم، دايما حاسه ان انتوا احسن منها، بتحب تاخد لبسكم تلبسه، بتحب تستلف منكم حاجات، دايما ايه حاسه ان انتوا احسن منها. هي فاقده حاجات كتيره جدا في حياتها فعايزه تكملها من شخصيتكم انتوا. انتوا هنا بتحاربوا، او انتوا عايزين تدخلوا السنه دي مش بحرب، عايزين تدخلوا السنه دي وانتوا حاسين ان انتوا بداتوا ترموا ورا ظهركم كل اللي بيحصل عندكم، لان اللي بيحصل عندكم ده مش طبيعي وانتوا مش عارفين تحللوه ولا عارفين تفهموا ليه بيحصل عندكم كده. من وقت للتاني عندكم مفاجاه او عندكم تغيير طريق او تغيير حياه او حاجات هتتخلصوا منها الله اعلم، او هيبقى عندكم حاجات مختلفه. كمان البعض منكم هنا عنده حد بيحاول ان هو يتكلم عليكم، بيحاول ان هو يعني يوصل لكم حاجه او يقرب منكم الله اعلم. الشخص ده واقف لكم وعايز يقرب منكم، عمال يفكر فيكم، عمال بيسعى لحاجه. في كمان اعجاب لشخص، يعني شخص معجب بيكي، او شخص في حد معجب في الحياه العاطفيه. الشخص ده هيكون عايز يتكلم معاكم، عايز يفتح معاكم مواضيع، عايز يرتب معاكم افكار، عايز يرتب معاكم كلام، عايز يفتح معاكم مواضيع الله اعلم. الشخص ده متردد جدا ومش عارف يفتح الكلام ده ازاي، لانه خايف يفتحكم في المواضيع فتحصل فيها مشاكل او انتوا ترفضوا العلاقة دي. كمان البعض منكم هنا عنده يعني حاجات جديدة، انتوا هتدخلوا في فترة جديدة، لكن هنا في شخص عمال يخدع فيكم، شخص بيكذب عليكم. الشخص ده فعلا مش صريح، الشخص ده من المقربين ليكم، يعني مش المقربين اللي هو من دمكم ولحمكم، المقربين دي بيبقى شخص معرفة ولا اكتر ولا اقل، بيبقى شخص كده انتوا ليكم معرفه بيه. الشخص ده بيراقبكم، هيبقى عايز يعني يتكلم معاكم، لكن انتوا مش هتبقوا، يعني هو شخص مش باين قوي لكن انتوا مش هتدوه فرصه. طيب في حد بيغير عليكم، او حد يعني بيحبكم زياده عن اللزوم وانتوا مش طايقين الغيره بتاعته، ودايما بتتجاهلوه، او دايما الشخص ده زي الثعلب، او حاسين ان الشخص ده عامل لكم كمين، عامل لكم فخ، يعني انتوا مش مرتاحين له. في قرارات حاسمه هتاخدوها الفتره دي، او انتوا خلاص بداتوا تفقدوا او تبعدوا الناس المؤذيه عنكم، لان انتوا في اشد الحاجه لحد يطبطب عليكم، في اشد الحاجه لحد فعلا يكون حنين عليكم، في اشد الحاجه لحد فعلا يكون شخص كويس جدا. في كمان هنا مجموعه بينكم ما بين الناس الفتره دي، او ما بينكم ما بين الاشخاص الاخرين، او في حد عندكم هيسندكم. انتوا هنا الناس اللي حواليكم بتحبكم، يعني في حد بيحبكم في المجموعه اللي انتوا فيها او في مجال الشغل بتاعكم. كمان انتوا هنا بتتكلموا بطريقه حلوه بتعجب الاخرين، وعشان كده انتوا هتبداوا تحققوا الحلم، عندكم علامه النصر، بس في نفس الوقت دايما خايفين من الاحلام بتاعتكم، دايما حاسين ان انتوا بتحلموا بعمق، حاسين ان انتوا خايفين من الاحلام، متوترين من الاحلام، في حاجه عندكم مخيفه. طيب انتوا هنا في قرين عندكم، او في حاجه عندكم متعلقه على الحيطه بتاعتكم،
يعني، او في حاجة عندكم متعلقة على حيطتكم ده بتخص النميمة، فخدوا بالكم من الحاجات اللي متعلقة عندكم. يعني في نميمة متعلقة بيكم، في كلام متعلق بيكم، في كلام حواليكم مش عاجبكم، خدوا بالكم. طيب انتوا هنا شخصيتكم شخصية الرأي حاسم، يعني رأيكم بتاخدوه من دماغكم، ما بتسمعوش كلام حد خالص، وما بتسمعوش كلام ما بتاخدوش رأي الآخرين، لأن دايما رأيكم بيكون صح. طيب بسم الله ما شاء الله عليكم، دايما نيتكم حسنة، يعني دايما بتحسنوا الظن وبتبعدوا عن المشاكل، صح الكلام ده؟ طيب انتوا هنا عندكم اكتر من شخص بيغير عليكم، او اكتر من شخص غيرين، او فيهم حقد وفيهم غل حواليكم، الناس اللي دي حواليكم مش حابين لكم الخير، ولا حابين تكونوا في نفس الوضع اللي انتوا فيه. البعض منكم في توتر، البعض منكم في حيرة، البعض منكم خايف من بكرة، لكن انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم مساحة كبيرة جدا لتحقيق الأحلام، تحقيق الحلم، تحقيق أشياء جديدة، في أكتر من حاجة هتحققوها بسم الله ما شاء الله عليكم. برضو انتوا هنا هتبدأوا تشتروا حاجة جديدة، أو بتفكروا تشتروا حاجة جديدة. البعض منكم عنده تفكير رهيب في الوضع اللي هو فيه. طيب بسم الله ما شاء الله عليكم، الفترة دي عايزاكم تحترسوا، يعني يبقى في احتراس، تحترسوا كده من الاتنين حواليكم، الاتنين اللي حواليكم دول انتوا هتبدأوا تحققوا الحلم بتاعكم، لكن هيبقوا في اتنين وانتوا هتعرفوهم ومش هتخرجوهم بره حياتكم، انتوا هتحطوا حد بينكم وما بينهم، علشان الاتنين دول انتوا يعني هتكونوا خلاص مش عايزينهم، او مش عايزين تتكلموا معاهم، مش عايزين تفتحوا مواضيع معاهم، لان هتقولوا خلاص احنا مش عايزين نتكلم معاهم، وهم دايما بيحسدوا فينا او دايما بيتكلموا علينا، فخلاص احنا مش حابين يكون في بينا لقاء او في بينا كلام. وهتبدأوا بقى تحققوا الحلم بتاعكم، وهتبدأوا يكون عندكم اكتر من اشياء جديدة. لكن في طفل بيلعب عندكم، الطفل ده تعبان، او انتوا هتسمعوا ان في طفل تعبان خلال ايام معينة، الله اعلم، باذن الله هيكون الشفاء العاجل للطفل ده، لان انتوا متعلقين بيه جدا وبتحبوا الطفل ده، صغير لسه، في علاقة بينكم او في ارتباط بينكم، او يعني مش ارتباط، حاجة تانية، ارتباط ان انتوا بتحبوا الطفل ده قوي فمتعلقين بيه. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيكون، يعني خلال الفتره دي هيكون خير، خلال الفتره دي هيكون طاقات ايجابيه. اتمنى لكم السعاده والهنا، ونشوف رسالتكم على الامنيه بتاعتكم اللي انتوا حطيتوها من بالكم من بدايه الفيديو. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. نختار الورقه دي. طيب لا تيأس من اي تأخير ولا تهتم، فالله معك، راحة البال والحب والمال وكل شيء هيكون على ما يرام. بسم الله. نقول الرسالة تاني، لا تيأس من أي شيء اتأخر ولا تهتم، فالله معك، راحة البال والحب والمال وكل شيء سيكون على ما يرام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ايه رأيك في رسالتك؟ رسالتك اصلا وحدها تدخل القلب. ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب، ويطلعك من اي ضغط نفسي او من اي مشاكل عندك في حياتك، ويبشرك بالاخبار الحلوه. ادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق اللي بتصلي بيها للحبيب، وتحياتي ليك.